مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في ما وراء الحدث. انا مروج ابراهيم. ما في شك انه النقاط السبعه اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولها يوم السبت الماضي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثالية هي كانت مبادرة بتعالج كتير من مشاكل المرأة في المجتمع. وكان من أهم النقاط اللي تناولها سيادة الرئيس هو موضوع العنف ضد المرأة. لقينا أنه سيادة الرئيس السيسي بيوسع من مفهوم العنف ضد المرأة، لم يكتفي بالعنف الجسدي والنفسي والجنسي، ولكن أيضا اعتبر أنه الزواج المبكر وإجبار الفتاة على الزواج هو عنف ضد المرأة، اعتبر أنه حرمانها من التعليم هو عنف مجتمعي ضدها، واعتبر أن تعنت الرجل في دفع أو امتناعه في دفع عن دفع نفقة المطلقة وأم أولاده هو عنف واضح. وبالتالي أصبح في ضرورة أن احنا نناقش ونبحث كيف يتم تحويل مبادرة سيادة الرئيس إلى واقع ملموس، وإيه هي التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ومواجهة العنف ضد المرأة. ده هيكون محور نقاشنا النهاردة مع ضيوف الكرام اللي مشرفيني في الاستوديو، دكتورة سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع السياسي، مساء الخير يا فندم، أهلا بيك شرفاني. ومعانا دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، مساء الخير يا فندم، أهلا بيك شرفاني. هبدأ من دكتورة رانيا، والحقيقة أنه سيادة الرئيس كعادته باستمرار بيلقي حجر في الماء الراكد، بيحرك الأمور، يعني يعمل زي تيار مجتمعي للبحث عن حلول ومواجهة المشكلات اللي بنعاني منها. العنف ضد المرأة سيادة الرئيس اعتبر أنه التعليم والامتناع عن النفقة ومسألة كمان الزواج المبكر هي أيضا من مظاهر العنف ضد المرأة. إيه مفهوم العنف ضد المرأة تحديدا وإيه هي أنواعه؟ طبعا أولا يعني بحيي حضرتك وبحيي سادة المشاهدين وبشكر سيادة الرئيس الحقيقة على اهتمامه بالمرأة المصرية، وهذا اهتمام يعني عهدناه على سيادة الرئيس الحقيقة. يعني بقالنا دلوقتي 4 سنوات نشهد احتفالية كل عام في شهر مارس، سيادة الرئيس حريص كل حرص على إقامة هذه الاحتفالية سواء بالأمهات المثاليات أو بالمرأة، يعني في أعياد المرأة في شهر مارس. الحقيقة ده يعني شكر وتقدير كبير وإعزاز للقيادة السياسية على هذا الدور يعني اللي احنا كلنا مقدرينه تماما. المرأة المصرية حضرتك عارفة يعني عندنا بعض المشكلات المجتمعية والثقافة الخاطئة اللي تراكمت على مدار سنوات أو عصور كمان يمكن يعني فائتة، كان أحد يعني أهم الأشكال اللي وصلت إليها المرأة من معوقات أو من تداعيات لهذه الثقافة كان أشكال العنف المختلف. والعنف طبعا هو ليس فقط العنف البدني او العنف الجسدي اللي هو الضرب ولكن بالضبط، ولكن طبعا في اشكال عديده للعنف، يعني العنف المعنوي، حرمان المراه من الميراث زي ما حضرتك ذكرتي، الزواج المبكر، الختان، التحرش، يعني كل دي طبعا مظاهر عديده للعنف. فالعنف النفسي من اهم يعني اشكال العنف واخطر اشكال العنف اللي بتتعرض له المراه. والعنف هو أي إيذاء يعني بدني أو جسدي أو نفسي تتعرض له المرأة، أو حرمان المرأة من حقوقها، فهو ده كمان شكل من أشكال العنف زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، إن حرمان المرأة من أو الفتاة من الحصول على التعليم أو حقها في العمل، فده كمان شكل من أشكال العنف اللي بيمارس ضد الفتاة سواء بشكل مجتمعي أو بشكل يعني ممارسات أو يعني ثقافات متراكمة أدت لحرمان الفتاة أو المرأة من شكل من أشكال الحقوق الواجبة ليها. جميل. دكتورة سوسن، في سؤال مهم وأعتقد حضرتك يعني كنا بنتكلم فيه قبل ما نبدأ، وهو دايما بيتبادر لذهن أي حد مهتم بهذا الملف، هل في علاقة بين تزايد العنف ضد المرأة وتعرض المرأة للعنف والبيئة أو المستوى أو المكان اللي هي متواجدة فيه، سواء كان بيئة أقل مثلا في مستوى التعليم، بيئة أقل في المستوى المادي، بيئة أقل في المستوى الثقافي، أقل في المستوى الاجتماعي، هل كل دي معايير بتزود بترفع أو تقلل من مستويات العنف ضد المرأة؟ طبعا يعني أنا بحييك على أنك أنت فعلا حطيت إيدك ولمستي على الجروح، لكن في البداية عايزة أحيي رأس الدولة على اهتمامه بالمرأة، وهو ينم عن ذكاء سياسي الحقيقة إن هو فهم مردود المرأة وفي حالة تأهيلها وحياتها الكريمة، يعني ممكن يكون عطائها
يصل إلى العائد القومي للمجتمع إذا أعددناها أعداد جيد. فمن أهم المعوقات طبعا معاناتها في إن هي ممكن تعاني من عنف أو إن هي تبقى في حالة مشكلات دائمة ومش لاقي حل. ارتباط ظاهرة العنف بالمستويات اللي حضرتك قلتي عليها، إذا كان التعليم، ثقافة، المستوى المادي، هو العنف مناخ. مناخ يعني إيه؟ يعني بتتشابك فيه كل العوامل دي عشان تخلق المناخ ده. فإذا كنا بنتكلم على البيئات مثلا العشوائية أو المتدنية فلها خصائصها، لكن في برضو خصائص مرتبطة بالبيئات الأرقى ثقافيا أو الأرقى ماديا. يعني على سبيل المثال ممكن بينتشر الإدمان مع الأغنياء ومع طبعا الأغنياء والفقراء، بس الأغنياء بياخدوا يعني حرية أكتر وبيبقى متيسر عندهم الإدمان اللي بيها بيخرج عن شعوره، وممكن بيبقى دكتور وبيبقى نتيجة مهندس وتلاقيه بيقتل ابنه وبيقتل الزوجة نتيجة أولا ممكن المرض النفسي زائد التشابك بعض العوامل، بحيث أن بيبقى مناخ عام بيأثر في النهاية على السلوك. فإذا البيئة لها دخل كبير جدا. في تقصير من مؤسسة الدينية لأننا نعاني من أزمة قيم. في تقصير من الثقافة لأن ما فيش تصحيح للمفاهيم المغلوطة في الزواج المبكر مثلا، المفروض أن يبقى فيه إيجابيات وسلبيات، نبقى عارفين إيه اللي بيودينا لسكة الطلاق المبكر. ما هو ده بيرتبط بده لأن هو أساسا مش مبني على أسس سليمة. لأن البنت في الصغر السن بعد شوية بتكتشف انها اختارت خطأ لانها غير ناضجة، فده بيعجل من ممكن عملية الطلاق. لكن نقدر نقول انه بشكل عام المناطق او يعني الاماكن الريفية ممكن يكون العنف ازيد فيها، لانه احنا هنلاقي ان في ظاهرة الختان بتنتشر اكتر، وهي زي ما قال دكتور رانيا وعملت الرابطة قالت ما هي دي شكل من اشكال العنف ضد المرأة، ده هي ده عنف يعني وقهر لحقها. ده من اقصى درجات العنف سعيدة اللي بتمر بيه الختان. بس اشكال العنف في البيئات المنخفضة بيختلف عن البيئات الرافية. انا عايزة افرق كمان دكتورة بين البيئة الريفية، لانه في البيئة الريفية في اثرياء على فكرة، طبعاً بس لكن بيبقى الثقافة الريفية. نعم الثقافة الريفية ده هل يعني هل الثقافة الريفية بيكون فيها شكل يعني ممكن يكونوا أثرياء، يبقى الراجل مقتدر وعنده أراضي وعنده أطيان لكن يسيء معاملة زوجته؟ ما هو ساري بس عنده تخلف ثقافي مثلا، ما عندوش الثقافة اللي تحميه وتخلي سلوكه ناضج. إذا مسألة مش مادية، لا مش عامل واحد، مش عامل واحد، لأن طول عمرنا تاريخيا بنعاني من فقر، لكن ما كانش فيه عنف طول عمرنا، بنقول في فقراء وفي مشاكل اقتصادية، بس ما كانش العنف مستشري بالطريقة دي. وبعدين مش عايزين ننسى دور الميديا، دور الميديا لها دور كبير جدا في مسألة تفاقم سلوك العنف، لأن ثقافة الصورة وتردد الصورة طول الوقت قدام أعين المتلقي بتخليه بعد شوية خلاص بتكون عليه بيتجرأ على السلوك العنف، وبيتعلم بشكل غير واعي ويستقر في وجدانه ان عند اللحظة معينة ممكن يخرج منه السلوك ده. احنا محتاجين لان يبقى فيه سياسات اعلامية مدروسة تربي وجدان وضمير المجتمع وتربي مفاهيم صحيحة تجاه المرأة تحميها من العنف. وانا هرجع تاني للادوات مواجهة العنف ضد المرأة، لكن ممكن استأذن حضرتك استكمل على كلام استاذتنا الدكتورة سوسن. يعني اولا بالنسبة لزواج القاصرات ففي مشكلة ان هو بيبقى زواج غير موثق، لان بتبقى البنت لم تبلغ السن القانونية اصلا لتوثيق هذا الزواج، وبالتالي هي بتبقى طفلة شايلة طفلة ووقت لمرحلة الطفولة تماما بالنسبة يعني لهؤلاء الأطفال. فدي كارثة، لأن كمان أحيانا بيحصل مشكلات عائلية والبنت دي بيحصل لها انفصال، هو ما بيبقاش طلاق، بيحصل لها انفصال عن هذا الزوج، وفي بعض الأحيان لم يتم ثبوت نسب لهؤلاء الأطفال. فهي مشكلة الزواج المبكر الحقيقة هي مشكلة كبيرة وللأسف موجودة طبعا في بعض القرى وبنسب يعني برضو مش قليلة. حضرتك بتعتبريها عنف ضد المرأة، هل احنا بنتكلم عن زواج القاصرات، حضرتك أثرتي القضية دي، هل المجتمع بينظر، هل وصلنا لدرجة الوعي ان المجتمع قادر يميز ويشخص الأنواع اللي احنا حضرتك قلتيها دلوقتي وتفت عليها دكتورة سوسن وأشار إليها سيادة الرئيس في الاحتفالية ان دي عنف ضد المرأة؟ هل المجتمع واعي بكل بقى مستوياته انه
الحرمان من التعليم عنف ضد المرأة، انه الزواج القاصرات عنف، عنف وقهر ضد ان الختان عنف ضدها طبعاً. ان الحرمان من النفقة وزي ما حضرتك قلتي الحرمان من الميراث ان ده عنف، هل المجتمع واعي للنقطة دي ولا مازال ليس وعي؟ في وعي بيحصل طول ما في قيادة سياسية بتؤكد على هذا الدور، طول ما في مجلس قومي للمرأة بيسعى للتوعية طول الوقت في كافة مشكلات المرأة بكافة طوائفها، ويعني من خلال 27 فرع للمجلس القومي للمرأة في يعني طول الوقت في توعية، في حملات. عندنا حملة الحقيقة بتقام كل سنة 16 يوم من 11 نوفمبر سوري من 25 نوفمبر لغاية 10 ديسمبر. ده اللي هو من يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ال 16 يوم دول بيبقى اسمهم كوني، وبيبقى فيه حملات قويه جدا على مدار ال 16 يوم للتوعيه بكافه مشكلات العنف ضد المرأة. فهنا في التركيز على حملات دي الحقيقه. احنا دلوقتي بقينا معتمدين على المبادرات والحملات. فين دور السياسات العامه؟ يعني سياسه التعليم مع الاعلام مع الثقافه المؤسسه الدينيه، ما هو كلهم في استراتيجيه. يعني هي الدكتورة رانيا بتتكلم عن المجلس القومي للمرأة وهو ما يمتلكه ان هو يقوم بالدور التوعوي. يعني فخامة الرئيس رأس الدولة عمل الحملة دي ليه؟ لان في مشكلة ما فيش تناول ليها. تمام، فهماني؟ ما هو حضرتك يبقى حضرتك بتتكلمي عن فكرة ان احنا بحاجة الى استراتيجية. انا هرجع لموضوع الاستراتيجية ده لانه في منتهى الاهمية لان هي استراتيجية شاملة، لكن عايزة ارجع تاني للنقطة اللي حضرتك قلتيها. احنا استراتيجية النهوض بالمرأة هي قايمة على محاور اساسية واطلقها السيد الرئيس في عام المرأة في 2017. منهم يعني محور التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والحماية الثقافية والتشريعية. والمجلس القومي للمرأة يعني بيشتغل الحقيقة طول الوقت بمنتهى الجد والاجتهاد على المحاور الأربعة كافة. العنف احد اشكال يعني اللي بتعاني منها المرأة زي ما قلنا، وده في سواء الاقتصادي زي ما قلنا في حرمان المرأة الميراث او عدم حصولها على مستحقاتها باي شكل من الاشكال، الاجتماعي في الزواج المبكر مثلا وغيره. يعني هو مشكلة العنف بتتقاطع في محاور عدة. المجلس كمان بيقوم بفكرة الحماية للمرأة من كافة اشكال العنف، وبيقوم على وجود تشريعات. لديكم خط ساخن اعتقد طبعاً تلقت الشكاوى الساخن 15115 ووصلت اعداد الشكاوي في خلال الفتره اللي فاتت في سنه 2018 68000 حاله تقريبا شكوى وصلت للمجلس القومي للمرأة، وبيقوم المجلس طبعا على حل كافه المشكلات. محامين يعني لو انا سيده وتعرضت للعنف هيبقى في محامي؟ لو انا ما عنديش تكلفه ما اقدرش بالمجان. المجلس بيوفر محامي بالمجان يروح مع السيده يوصل معاها لغايه اسم الشرطه لغايه النيابه. يعني في حاله من التواصل والمتابعه من خلال المجلس، وكمان يعني استرجاع حقوق هؤلاء السيدات. في سيدات بيصمتوا، ويمكن سؤال لحضرتك دكتوره سوسن. نعم. المراه اللي بتصمت وبتتحمل وتقبل العنف، ايه السبب في ده وايه اللي ممكن يغير من يعني منها او يدفعها ويحفزها ويشجعها ان هي تبلغ عن العنف، تتصدى للعنف باي طريقه بقى؟ تكلم المجلس القومي للمراه، تروح تعمل محضر في القسم، تكلم اهلها. في سيدات حتى ما بيقولوش لاهليهم انهم بيتعرضوا للعنف. بالظبط. شوفي طبعا في الحاله دي نقول عليها قله حيله، ما خدتش تعليم وهمي، عندها ضعف في الثقافه محلال، ما عندهاش الجراه حتى بعد ما خدت مكتسبات وحقوق، لانها ما اتعلمتش ازاي تاخد حقوقها او تفهم هي ايه الممارسات الحقيقيه واللي يجب انها تاخد خطوات نحو انها تمارس حقوقها. وبعدين المجتمع الذكوري دايما بيخليها تاخد خطوه للخلف. دايما هي عارفه ان ممكن من حقها كذا وكذا، ولكن طول الوقت حريصه على انه ما يحصلش تفكك اسري، ما يحصلش تنازلات ممكن تعمل هدم العلاقه الزوجيه، فبتضطر ان هي تضحي وتسكت وتستسلم. نتيجه ان ما فيش تعليم كافي، ما فيش ثقافه، لان يبقى عندها يعني طرق في انها تعرف ازاي تجد حلول للمواجهه. طب ما ده مناخ فيه ارهاب. انا لما اكون مخوف الست ان انت لو اتكلمتي هتقعدي في الشارع، من غير ما يقول لها لو اتكلمتي انا هحرمك من من غير ما غضبه في ان ممكن ده يؤثر على العلاقه ويفشل العلاقه، بيخليها تستكين لانها عايزه تستمر زوجها. فغضب الزوج ده ممكن يخليه ياخد اجراء يخليها تبتدي تبقى شريده، يعني
ده هي حرصها على ان تستمر وعلى انها تفضل، او ممكن يهددها انا هتجوز عليكي لو وده عنف المرأة بقى ضد المرأة هنا. هيبقى مرأة هتدخل على المرأة يعني. فاحنا ده حلوا الحقيقة مفاهيم صحيحة سليمة، وازاي تعرفي تدي مش حملات، تعملي سياسات فيها تعليم جيد، فيها ثقافة جيدة، فيها إعلام ودراما إذا كانت مسلسلات أو سينما، بتوعي المرأة وبتوريها بهدوء إزاي تقدري تحلي مشاكلك وإزاي تحافظي على حقوقك، بأنها يعني تدخل لوجدانها وتحاول تعلمها بشكل غير صريح يعني مش تلقيني. من حالات كتير قوي ممكن تشوفها في أبطال الدراما بالشكل اللي يخليها في النهاية تبقى مدركة لما يدور حواليها، مدركة كيفية التعامل وحماية نفسها من العنف ده. جميل. دكتورة رانيا، حضرتك الحملات والمبادرات ليها أهمية في نشر الثقافة عند المواطن، وخاصة أن المجلس القومي للمرأة بيتعامل مع الرائدات الريفيات، والرائدات الريفيات دول هم صوت للمجلس القومي للمرأة أو أزرع عندها نفس الثقافة البيئية والمجتمعية اللي هؤلاء الطبقات طبعا شبههم يعني. سيدتي بتبقى شبهي، فبالتالي لما انصحها هتسمع مني بالزبط. لانها قريبه مني، مش بتنصحني من مكان اعلى يعني. بالظبط. بيتعمل لهم تدريب في المجلس القومي للمراه وبيقدروا ان هم يوصلوا هذه الرسائل. كمان عندنا برنامج معا لنبقى اللي عملته الدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس، اللي قايم على فكره الوعظات من الاوقاف وراهبات وخادمات الكنائس المصريه الثلاث، ووصل عدد المتدربات في هذا البرنامج ل 750 يعني رائده في هذا المجال. وحضرتك عارفة ان احنا بطبيعة يعني النزعة الدينية عندنا كشعوب شرقية فيها النزعة الدينية والفطرية بتبقى دايما يعني هي اللي بتغلب على علينا، واما بتيجي النصيحة دايما من اهل الدين فبيبقى ليها صدى اكبر عند هذا الشخص. وبالتالي كان البرنامج الحقيقة كان يعني له تأثير ايجابي جدا في نقل هذه الرسائل، حتى لو كان بنسبة يعني، حتى لو كان لدى النسبة اللي انا قدرت اوصل لها، انا ممكن اكون مش قادر اوصل للجميع. فهمت غلط في اني انا بنكر دور الحملات او المبادرات. حضرتك كنت بس انا قصدي لا واضح لا. طبعا حضرتك تكلمي ان احنا بحاجه الى استراتيجيه اشمل بالظبط يعني على كل مجهودات اهليه مجتمع مدني بس يعتمد عليها هي وفقط، هيبقى حمل كبير ومسؤوليه كبيره عليها. لكن لازم يكون بالاساس السياسات العامه يعني لما يبقى في تراكم تعليمي ويبقى في تراكم ثقافي ويبقى الاعلام بيخدم ومشتبك مع نفس المفاهيم الاستراتيجيه الوطنيه لكل الدينيه بقى ما تهتمش بالشكل فقط. المفروض المؤسسة الدينية تهتم بالقيم المعنوية الرفيعة اللي هدمتها القيم المادية. للأسف ده بعيد كل البعد عن اللي بيحصل حاليا. في وهنا بنسأل نفسنا انه هل يعني كم مرة بنسمع خطبة صلاة الجمعة الله ينور عن عليك يا. انك ما تضربش مراتك بس بالزبط. كم مرة بنسمعها ويقول يعني انا ما سمعتهاش الحقيقة كده. ايه فلسفة الدين؟ ايه انك انت هي مجرد النظرة بتكفيها يعني هي المرأة بطبيعتها حساسة. إنما حتى الرسول ما ضربش، ده قال يعني كده يعني مش ضرب، ده كناية عن غضب. وكان في وقال وجرهن في المضاجع يعني في طرق أخرى لإن أنا أوصل إن أنا مخاصمك أو أنا زعلان منك. وهي وده أمر أكيد كبير بالنسبة للمرأة، هي تشعر بانتقاص من كرامتها لما يتم هجرها أو ما يكلمهاش. وبالتالي هنا برضو زي ما حضرتك قلتي الدور العامل الديني مهم جدا، والتعليم كمان يعني. دكتورة رانيا برضو وإحنا بنتكلم عن التعليم، ايه اللي محتاجينه في مناهجنا علشان يعلم الطفل من هو صغير انه احترم زميلتك اللي قاعده جنبك دي مش اقل منك، ده هي زيك وممكن تتفوق عليك لو اجتهدت، وانه ما ينفعش انك تضربها، دي زي ما كان بيتقال امانه، ان المراه دي امانه. انا هقول حضرتك من قبل المدرسه ومن قبل ما نخش المناهج التعليم هي الاسره والام. عشان كده البرامج بتاعه المجلس القومي للمراه دايما بتتوجه للامهات وللسيدات علشان خاطر الفتره الاولى اللي قبل حتى مراحل التعليم خالص دي بتشكل شخصيه الطفل، وبالتالي بيبقى عليها عامل كبير جدا في عمليه الادراك وفكره المساواه، ان احنا يعني نغرس في يعني ابنائنا فكره المساواه وان هو يبقى عنده احترام للاخر
وخاصه الجنس الاخر، يعني الفكره الذكور والاناث ازاي ان هم يتعاملوا مع بعض، ازاي يبقى في احترام من الولد للبنت، ازاي ان هو يتعامل معاها زي ما حضرتك بتقولي ان دي اختي وان دي مراتي وان دي امي، يعني يبقى في احترام وتقدير للنظره للمراه او للفتاه اللي هو بيتعامل معاها في مناهج التعليم. وعلى فكره انا عايزه بس يعني اوضح لحضرتك ان الاستراتيجيه بتاعه النهوض بالمراه كان في تكليف من سياده الرئيس لمجلس الوزراء لاعتبار هذه الاستراتيجيه هي الاستراتيجيه الوطنيه اللي تؤخذ في الاعتبار. يعني فكافه الوزارات بتعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجيه بكافه محاورها، فعشان بس نبقى يعني مطمئنين ان في آلية لمتابعة هذه الاستراتيجية. ده بيتم حاليا منذ أن سيادة الرئيس أطلق هذا الإعلان، يعني في اليوم السبت اللي فات الوزارات ولا ده من قبل كمان من 2017 ده يؤخذ في الاعتبار، وفي تعاون ما بين المجلس القومي للمرأة، عندنا لجنة للتعليم يعني يشرف عليها الدكتور أحمد زايد وهو طبعا أستاذ علم اجتماع كبير وقدير. إنه كيف تضمن الـ يعني النصوص اللي بتشجع على احترام المرأة ومناهضة العنف فيها في المناهج الدراسيه، لان لازم حضرتك الدروس لان هي لازم تشبع على فكره، ما ينفعش يبقى نص صريح قبل الاستراتيجيه وقبل اي اجراءات يجب يكون في دراسات علميه بتطلع بنتائج تعمل هي الاستراتيجيه وتحدد ملامح البرامج عشان نبقى ماشيين على خطى علميه ما نعملش خطوات ابتكاريه وجهات نظر وبعد كده نكتشف ان احنا محتاجين لاعاده التعليم. يعني تقترحي ان يكون في زي استعانه بخبراء هم يضعوا ويرسموا ملامح لهذه الاستراتيجيه معايا عشان تاخد طبع علمي طبعاً ومنهجي يبقى انت عارفه بتعملي ايه وخطواتك ايه ومرحله تبقى في مراحل. انما الاستراتيجيه ما ينفعش تتعمل في اجتماع او في جلسه. هي ما اتعملتش في اجتماع، هي اتعملت على ايد خبراء بالتعاون مع المجلس القومي للمراه واساتذه يعني متخصصين في المجلس القومي للمراه. اعتقد انه كمان احنا ممكن لما يتم الاعلان عن ملامح الاستراتيجيه دي تبقى محل تقييم، يعني كلنا هنقدر نشوف ايه هي العوامل او في فرق بين اراء المستشارين واجراء دراسات علميه. في فرق، يعني اراء مستشارين تحترم والراي اللي حضرتك بتقوليه ده اكيد كمان المسؤولين هيسمعوا له ويؤخذ في الاعتبار. لو اسمحوا لي ان نعود بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. نعود بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم ما بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. برحب مره ثانيه بضيفتي في الاستوديو، دكتوره سوسن فايد استاذ علم الاجتماع السياسي، دكتوره رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمراه. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الاستراتيجيه الموحده وكلمنا فيها كمان في الفاصل، وانه الجزء الخاص بالتعليم والمؤسسه الدينيه وحضرتك اتكلمتي عن الاعلام، في بقى الجانب التشريعي. وللاسف واحنا بنبحث انا وزمايلي في الاعداد عن قوانين مناهضة العنف ضد المرأة لقينا ان مفيش قانون لمناهضة العنف ضد المرأة. هو بنرتكن الى قانون العقوبات، اما بتبقى جنحة او جناية، ومفيش حاجة خالص تتعلق او تخص المرأة على وجه الخصوص. عايزة في رأي حضراتكم الاثنين، وهبدأ من دكتور رانيا، رأي حضرتك في فكرة انه لا يوجد تشريع حتى الان في مشروع قانون عمله المجلس القومي للمرأة وقدمه، وحاليا موجود المفروض ان هو في مجلس النواب، لكن اعداد القانون او مشروع القانون بالفعل تم، وفي مشروع قانون لزواج القاصرات، وفي يعني عدة قوانين الحقيقة معمولة، قانون الأسرة، كل دي قوانين منتظر ان شاء الله انها تصدر قريبا. كان قانون العنف ضد المرأة ده ملامحه ايه، او يعني كيف هيواجه الظاهر؟ هيواجه كافة ظواهر العنف بأشكاله المختلفة بتجديد وتغليظ العقوبات اللي كانت مقررة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. فيعني أنا طبعا غير منوط ليا الكلام عن بالظبط عن الشق القانوني، ولكن أنا يعني بقول حضرتك شايف إن في حاجة إنه يبقى في تشريع للمرأة
تحديدا. ما هو ده هيبقى للمراه ولحمايه المراه من كافه اشكال العنف المختلفه. وبقول لحضرتك قانون الاسره اللي هو الاحوال الشخصيه المفروض ان شاء الله انه هيخرج قريبا. اشكاليه تغيير اسم القصر لان كمان في بعض المشكلات اللي بتعاني منها المراه احيانا في تغيير اسم الطفل القاصر، ان الاب ممكن هو يغير اسم الاطفال. فيعني في ظواهر عديدة احنا بنعاني منها كمجتمعات طبعا، ولكن انا بقول لحضرتك ان المجلس القومي للمرأة بكافة لجانه المختلفة منتبه لكل المشكلات اللي بتعاني منها المرأة نتيجة يعني التركيز على مشكلات المرأة، المشكلات اللي بتجيلنا من خلال مكاتب الشكاوي. يعني في حالة من القرب والتشبيك بينا في كافة صحيح. المجالات المختلفة. بس اعتقد ان في مازال في مشكلة في انكم، يعني انا لو حضراتكم انتم مؤسسة معنية انه هي زي ما نقول كده تجيب للست حقها، ازاي هجيب حقها من غير تشريع؟ وهنا سؤال الدكتورة سوسن، احنا ليه متأخرين لحد دلوقتي رغم ان احنا بنتكلم عن حقوق المرأة والعنف ضد المرأة وتغير شكل التعامل مع المرأة مع أزمة القيم اللي حضرتك أشرت إليها في الأول واللي مفيش حد مش لامسها، صحيح، مع دخول مصر في الحقيقة مرحلة بقى فيها العشوائيات أصبحت ثقافة، العنف الشتائم أصبحت الهجوم الانتقاد طبعا بدون وعي. فبالتالي ليه متأخرين وازاي نجيب للست حقها من غير قانون للعنف ضد المرأة؟ برافو عليك. من غير قانون حتى انا مقتنعة طبعا للقوانين لها اهميتها ووزنها الثقيل، بس ده اخر خط. يعني انا مش هوقف على كل واحد عسكري، واحنا عندنا قوانين كتير جدا بس للاسف ما بتطبقش او مش هي اللي بتفيد في تحقيق الهدف. المربط الفرس في القضايا دي كلها هو الثقافة، المفاهيم السليمة، ازاي انا من نفسي في بيتي ما عنفش مع المرأة، ما عنفش مع بنتي، ازاي ابقى مستوعب ده من خلال المؤسسة الدينية، هي اللي لازم تدي في وجدان كل واحد اهمية المرأة ودورها وحمايتها مش تعنف عليها، تحميها. الاعلام طبعا له دور كبير جدا، الدراما بتستقر في وجدان اي بشر، يعني لها دور. ولكن اللي بيحصل للأسف العكس، الدراما بتبث دايما صورة العنف إذا كان الصنف السياسي أو الدراما الأجنبية أو كتير قوي. أنت عارفة أفلام الدراما دلوقتي بقت عبد متع يعني، فانتهى الأمر لأنها بقت تعمل العكس، فلها دور كبير جدا لدرجة تستوجب يبقى يعني خلق مؤسسة قومية للسينما لتبقى فيها استراتيجية للربط ما بين الثقافة والقيم والمفاهيم الجديدة. عندنا طبعا في وزارة الثقافة في المركز القومي للسينما وفي الرقابة. لا ما كده، لا أقصد ان دي تبقى منوط بها إنتاج أعمال درامية تؤثر وتشكل، لأن السينما بتغير وبتبين ايه هو التأثير. يعني بتدعي ان يبقى في تدخل جهات انتاج معنيه بانها تعمل اعمال هادفه، يبقى عندها خطه تؤسس للقيم الغالبه، اعاده صياغه الشخصيه المصريه ونبذ كل الظواهر السلبيه. ولعلم حضرتك العنف ما بيبقاش ضد المراه فقط، العنف بيبقى مناخ عام. العنف ضد المراه لان الرجل يقع عليه عنف من الرجل ومن البيئه بصفه عامه، فبيدخل بيته يعنف، فهو مناخ عام كله بيتاثر وفي تفاعليه وديناميه. فاذا انت لازم تسحبي كل المتغيرات اللي دافعه للعنف من خلال اللي احنا بنقول عليه. بس انا لو ركزت فقط على العنف ضد المراه لان في عوامل اخرى هتعود وتؤثر، لان هي دائره دائره ده مناخ عام ومجتمع متفاعل. فالعنف لا يقع على المراه فقط، لا جميل. حضرتك بتقولي انه انا علشان اواجه العنف ضد المرأة لازم اواجه كل الامراض المجتمعية الاخرى المشتبكة بيها بالزبط. واللي بتعود عليها بالاضافة لان لازم يكون في هدف مشترك من قبل كل المؤسسة اللي تتكلمنا عليها، عشان لو كل واحد بيشتغل في وادي اللي هي الاستراتيجية الموحدة اللي هي برافو عليك، بحيث ان كل يدعم من خلال زاويته بدراسة وبعلم بحيث يصل للهدف حتى لو أخذ وقته، بس نبقى ماشيين في الطريق السليم. صحيح. دكتورة رانيا، ازاي بتتعاملوا مع المرأة اللي بتتعرض لعنف؟ ازاي بيتم تأهيلها نفسيا، إعادة ثقتها في نفسها، يعني ازاي بنجيب لها حقها وبعد ما تعود لبيتها ازاي تضمنوا انه هذا الرجل اللي ممكن، احنا شفنا واحنا بنبحث في القضايا لقينا ان في اغلب للاسف قضايا العنف الاسري بتتم بالتصالح، بتجبر المراه لانها تتصالح،
ما بتبقاش بتبقى عايز تاخد حقها بس بتجبر، ده عنف اخر. ازاي بقى بتؤهل ان هي تعود للحياه العامه وتكون منتجه وما يؤثرش العنف ده على حياتها؟ من خلال الاخصائيين الاجتماعيين واخصائيين نفسيين في المجلس القومي للمراه، وزي ما قلت لحضرتك ان من خلال مكتب الشكاوي بنوفر المحامين اللي بيقدروا يوصلوا لاعلى درجات التقاضي. هي مش كل واحده بتجبر على التصالح ولا التنازل، ولكن في بعض البيئات وبعض الثقافات اللي بترفض من الاساس اصلا الخوض في المشكلات او اللجوء للقضاء. يعني في ثقافات، بعض الثقافات الموجودة في مجتمعنا اللي بترفض ان الست اصلا تلجأ للقضاء او انها تروح تحرر محضر ضد زوج او ضد قريب ليها. فدي ده شكل ثقافة مجتمع. واهلها بيعنفوها، بيقولوا لها ازاي يا بنتي تروحي تشتكي جوزك، ازاي يا بنتي تروحي تعملي محضر. بالظبط، هي يعني مش فكرة ان هي بتروح تعمل وتجبر على التنازل، لا هي من الاساس. بس وده اللي احنا بنشتغل يعني اكيد في كمان النوع ده من الضغط النفسي عليها، اللي هو لازم تتصالحي، لازم تنزلي. عادات وتقاليد يعني ثقافه ما هي كله بالحياه بيرجع زي ما الدكتوره سوسن قالت، لان هي ثقافه متداخله مع كل حاجه احنا عايشين في حياتنا. يعني حتى سياده الرئيس لما اتكلم على الكشف المبكر للاورام، ما هي ثقافة الـ يعني إدراكنا احنا الثقافة الصحية. فهي هو كل شيء في الآخر هو فعلا هو ليه ثقافة، ثقافة من نوع معين يعني. فهي احنا لو صلحنا الثقافة بتاعتنا بشكل عام هنغير كتير جدا من المشكلات اللي احنا بنعاني منها، التراجع الأخلاقي، السلوكيات اللي موجودة حتى في الشارع، السلوكيات اللي موجودة اللي كلنا بنعاني منها، المرور يعني عدم احترام الآخر، كل دي مشكلات. هي مشكلة في الأساس هي فعلا مشكلة ثقافة. بس حتى يعني في، أنا أسفة طبعا مقاطعة حضرتك، لكن في نقطة أنه في ناس دلوقتي هي مثلا يعني كلمة شهيرة أنه مش هنصلح ثقافتهم، مش هنغير ثقافتهم على كبر. هنا ده بيبقى محتاج لو سافر بره بيغيرها في يوم. بالظبط بيغيرها في يوم. لا هي حضرتك اشتغل بره كمان، بالذات لو اشتغل بره. هي فكره الالتزام واحترام القوانين واحترام الانضباط. وان كنا بنتكلم على تغيير الخطاب الديني فهو تحت مظل تغيير الخطاب الثقافي، فاحنا بنحتاجين لتغيير الخطاب الثقافي، ومن ثم من تحته تغيير الخطاب الديني. يعني هو احد اشكال الخطابات. انا دايما انا عضو في لجنه تجديد الخطاب الديني، ودايما اقول تجديد ثقافي ثم بالزبط. تجديد خطاب ديني بالظبط الحقيقه يعني. جميل. دكتوره سوسن، السيده اللي بتخشى ان هي يعني تروح تبلغ او انها تروح او تاخد حقها، او اللي بتتعرض لعنف من او يعني قهر من اسرتها ويقولوا لها ما ينفعش واستحملي تحملي، دي ايه السبيل ان هي تخرج عن صمتها وان هي تجيب حقها حتى لو ما كانش من خلال الشكوى؟ يعني ايه المسار؟ هل في مسار بديل انه الست تعرف تاخد حقها غير ما تتقدم؟ انا زمان والله اقترحت ان يبقى فيه في كل الكيانات اخصائي نفسي واجتماعي، وده موجود في الخارج في رقم لما بتبقى في مشكله وهي تعثرت في الحل او بقت قليله الحيله تسال علميا اللي هم متخصصين اعمل ايه. فمراكز الشباب يجب انه يكون فيها، المدارس حتى لو هتروح لاخصائي ابنها او بنتها، لو في مصنع، لو في مؤسسة، لو في مدرسة، لو أيا كان بتشتغل في أي مكان أو تعرف حد بيشتغل في المكان، تستعين بحد يكون من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين يقول لها تعمل إيه، وممكن يتدخل كطرف ويحل المشكلة من غير ما يبقى هي مهانة أو بتضحي، يعني ما تبقاش منكسرة. بس في كمان جانب أنه المرأة اللي للأسف بتكون معتمدة في دخلها على سبيل المثال على الزوج بتكون أسيرة للوضع القهري ده. نعم. لكن لو المرأة بدأت ان هي تبحث عن عمل، تبحث عن دخل، ازاي بقى المفروض ان هي يعني تبقى عارفة ايه امكانياتها وتدير ذاتها بانها تتعلم حرفة وتتدرب عليها ايا كان حسب استعدادها وميلها وحسب البيئة اللي حواليها بتوفر لها ايه. ما هو في بيئات بيبقى فيها استعداد زي مثلا السينوية، بيبقى عندهم أعمال تطريز وحرفية بتبقى ممكن دي سهلة عليها لأن البيئة بتساعدها بتاعتها. بس دلوقتي بتقالي كمان الجهاز للمشروع الصغير المتوسط ومتناهي الصغر بقوا بيدفعوا وخد جايزة كذا. أيوة العام أخد جايزة دولية فعلا. هم دلوقتي فعلا في رغبة قوية جدا إنه لا تعالوا لنا يا جماعة، أي ست تجيلنا وإحنا هنعرف. أنا شفت ده في المجتمع المدني كمان، مؤسسة مصر الخير بالزبط. عملت زيارة لقيت على مستوى عدد
من المحافظات حوالي 20 محافظه. ومبادره زراعه الاسطح كمان عملتها مؤسسه مصر الخير، انا كنت متواجده في المبادره دي. امكانيات بسيطه جدا، روحي واسالي ودوري. المراه ابتدت تعرف ازاي تحمي نفسها بانها تعرف تعتمد على نفسها اقتصاديا. ما يعني لو بصيتي الخمس سنوات فاتت هتبقى في فرق كبير جدا. هي دلوقتي بتبحث طول الوقت على ان يبقى لها استقلاليه ماديه عشان تجد ذاتها وما تتنازلش عن حقوقها. كتير قوي قوي دلوقتي في فرق كبير قوي قوي عن قبل كده. فانا ده يعني مؤشر لتفاؤل بان المراه اصبحت تتجه للوعي بانها تعرف ازاي تحمي نفسها نفسيا وكمان اجتماعيا واقتصاديا. فالى حد كبير يعني. وبعدين اطلاق حملات حياه كريمه لرأس الدولة بيساعدها كتير جدا. وبعدين المسألة برنامج مستورة كمان بيتوجه إلى السيدات في برامج في المجتمع المدني كمان مواد محترمة، مواد أتكلم عليه سيادة الرئيس. وعندنا ده برضو ثقافة إن أنا أتعلم وإزاي أفهم إن أنا ممكن أنتج وأعتمد على نفسي. دي برضو يعني حصل تعلم وثقافة. وإن الرجل بالنسبة للمرأة أو زوج بالنسبة للمرأة هو شريك الحياة وكل، بس هو مش نهاية الكون. يعني أنا مش هموت لو هو مش موجود. دي كانت ثقافة قديمة. إحنا فرق بيننا وبين البلاد المتقدمة العنصر الثقافي. انا سافرت كتير لقيت مفيش فرق، يعني مفيش فقر وغنى. هو الثقافه ازاي بيفكروا وازاي بيعيشوا، هو ده الفرق. عشان كده انا دايما اقول محتاجين ثوره ثقافيه بعد ثورتين تاهت البوصله من النخبه. ثوره ثقافيه لانه ده هينقل البلد نقله كبيره جدا. ومن منصتك انا بنادي بكل المعنيين بالامر بنهضه ثقافيه من خلال اذا كان المجتمع المدني، حملات، السياسات العامه. والله يا دكتوره اكتر من مره وناديت والله باستراتيجيه ثقافيه. استراتيجيه بالظبط نقف عند استراتيجيه ثقافيه، خطه علاجيه وبرامج على ارض الواقع وفعاليات حقيقيه. لكن احنا اذكياء جدا وبنفهم قوي وبنشخص كويس قوي ونقف لغايه التشخيص. من ضمن الامور كمان على فكره في السياق ده فكره تمكين المراه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، وسياده الرئيس كمان من ضمن القرارات اللي هي في احتفاليه يوم المراه اتكلم عن ايجاد فرص عمل اكثر للمراه. بالزبط. تدريب المراه وتمكينها يعني تحويل المراه او تدريبها على التكنولوجيا واستثمار مهاراتها. هل فعلا يعني انتوا اغلب الحالات اللي بتجيلكم السيدات اللي بيتعرضوا للعنف بيكونوا غير عاملات ولا مفيش ارتباط بين البلد؟ لا مفيش ارتباط، بس المجلس القومي للمرأة بيشتغل بقوه على فكره التمكين الاقتصادي تحت المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر للسيدات. عندنا القروض دواره بنشتغل فيها للسيدات ويعني عشان خاطر ترجع تاني المبالغ دي، فهي فكره القروض الدواره في بعض المحافظات، والمرأة انتجت واستثمرت كتير وبمبالغ كبيرة من خلال فكرة القروض الدوارة. برامج الشمول المالي، شهادة أمان لخمسين ألف سيدة تم يعني بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوزيع شهادة أمان، استخراج بطاقة الرقم القومي عشان السيدة تقدر أنها تحصل على كافة حقوقها، أنها يبقى عندها يعني شهادات ثبوتية على القوائم في الدولة، ما يقرب من 150 ألف في خلال عام 2018 فقط. حلو استعراض الجهود دي يا دكتور. عارفه ليه؟ لانه بتدي امل اولا. لو في ست بتتفرج علينا دلوقتي وهي لديها مشكله من هذا النوع، بتتعرض لعنف جسدي، بتتعرض لعنف شكاوي على طول، في نماذج اهي قدرت انها تاخد حقها، تحسن من مستواها، تحسن حياتها وتغير حياتها. مكتب الشكاوي بقى بيشتغل على مدار 12 ساعه، بتتصل بالمكتب وحضراتكم بتوصلوا كمان بمؤسسات اخرى، يعني مؤسسات خيريه بمكاتب حقوقيه، يعني ممكن تتعاونوا مع جهات اخرى. في محامين وفي اخصائيين اجتماعيين ونفسيين بتتعامل معاهم بشكل مباشر. كمان في مكاتب او اللي هي حمايه المعنفات في وزاره التضامن، في عده يعني مراكز. والقانون الجديد بتاع المجلس القومي للمراه لاستراتيجيه العنف او مشروع قانون لمناهضه العنف كمان بيساعد على وجود اماكن لاستضافه وحمايه المعنفات بشكل اكبر. جميل. عايزينكم تعلنوا عن نفسكم اكتر. وكمان الاعلان عن الطرق، يعني ازاي اوصل للاساليب الوصول، رقم التليفون لو في مقررات يتم الاعلان كمان عن المقر. وعندنا في مقر في كل محافظه، يعني اي ست في اي مشكله عندها في اي محافظه من المحافظات تقدر انها تتصل برقم الشكاوي وتتوجه فورا للمركز بتاع او المقر بتاع المجلس القومي للمراه في المحافظه اللي هي موجوده فيها. جميل. فده بيسهل كمان على الست اكيد. واكيد
احنا بحاجة كلمة أخيرة دكتورة سوسن قبل ما نختم. يعني أنا طبعا يعني في كلمات بسيطة عايزة أحيي رأس الدولة على جهده واهتمامه بالمرأة، برغم أنه رجل محارب ومهتم بالسياسة الخارجية والداخلية، رجل مهموم بمعنى الكلمة، وهو الحقيقة إدراكه بأن المرأة نص المجتمع واستثمارها استثمار جيد للمجتمع، لأنها مش بس هي بتمكن نفسها وبتستثمر قدراتها، لا دي بتبقى قادرة على تأهيل أبنائها وبس الثقة في أولادها إن هم يبقوا امتداد للأفكار اللي هو بيحاول يوجهها لناحية الفاعلية والإيجابية وبذل واكتشاف الطاقة وتنمية الذات. فطبعا يعني أنا بشكره على وبدعيله حقيقة. دي نقطة. نقطة تانية إن المرأة لازم تعرف حقوقها وما تتنازلش عنها، لابد إنها تفهم حقوقها وتتنازل ما تتنازلش عنها. نقطة أخيرة، مؤسسات الدولة لها دور كبير جدا في أنها تشارك في المبادرات والحملات، بأنها تبقى هي المسؤولية الأولى تقع عليها، ونعمل الاستراتيجية المتكاملة اللي فيها تنسيق وهدف مشترك. أكيد. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معنا دكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي من المركز القومي للبحوث الاجتماعي. شكرا لوجودك معنا يا فندم، شرفتينا. دكتورة رانيا يحيى، عضو المركز القومي لسكان ورئيس قسم فلسفة المرأة بالمركز القومي للمرأة، أنا أسفة أنا أسفة، المركز القومي للمرأة صحيح، ورئيس قسم فلسفة الفنون أكاديمية الفنون. بشكر حضرتك جزيلا، شرفتينا ونورتينا. بشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى اللقاء.